السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinite Gaming، واليوم رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج أخبار بلا حلول. جماعة الخير، بعد البحث الطويل ترى جبت لكم أهم الأخبار لهذا الأسبوع، أخبار مميزة حارة. نعم أسمن الحين صحيت. اليوم تم تسريب بعض من المعلومات حول سعر الجهاز بالكامل وملحقاته الخاصة به، والأسعار التي تم تسريبها ممتازة في الحقيقة. فالنسخة بلايستيشن 5 العادية تأتي حسب التسريبات بمبلغ 500 US دولار. أيضا التسريبات يضم قائمة تحتوي على أسعار جميع ملحقات وأكسسوارات المنصة المنتظرة، والتي تبدو منطقيا إلى حد كبير. فالسعر الذراع التحكم الجديد يبلغ 60 دولار. أيضا حسب التسريبات فإن المنصة قد تكون متاحة بشكل عالمي في 20 نوفمبر القادم. طيب يا جماعة، هذا كان أفضل التسريبات اللي وصلنا خلال هذا الأسبوع عن بلايستيشن 5. طبعا لازم ناخذ في عين الاعتبار انه هذا مجرد اشاعات، يعني ممكن تكون اشاعات صحيحه وممكن تكون اشاعات خاطئه. وكذلك لا ننسى موضوع الضرائب والجمارك. خلونا نشوف يا جماعه كم شخص متحمس لهذا المنصه الجديده، وانا بصراحه اولهم متحمس كثير لمنصه بلاي ستيشن 5. اعلنت شركه AOC عن شاشتها الجديده الحصريه في الاسواق الصينيه بمقاس 28 بوصة وبدقة 4K. وتأتي الشاشة التي تتميز مع مراعاة استخدام المكتب الخاص للأعمال أو مبدعي المحتوى. تتميز هذه الشاشة بزوايا عرض رائعة بسبب أن الشاشة تستخدم IPS. بالإضافة إلى معدل التحديث المنخفض، تتميز هذه الشاشة بتغطية NTSC بنسبة 107% وبتغطية مساحة ألوان sRGB بنسبة 119% بتغطية بنسبة 97 DCI-P3. توفر منافذ الخروج IO الخاصة بشاشات AOC، منفذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort، ومحور USB يتميز إجمالي 4 منافذ من نوع Type-A، وكذلك USB 3.2، كما يوجد منفذ USB 1 للتحميل. يعني بالمختصر المفيد يا شباب، إذا أنت ناوي تأخذ شاشة ممتازة ممكن أنك أنت تدور على سبيل المثال من 0 إلى 35 درجة يمين أو يسار، ممكن من خلال شركة AOC تعطيك هذا الميزة. وكذلك ممكن الشاشة ما بس أنه من 0 إلى 35 يمين يسار، وكذلك ممكن أنك أنت تقلب الشاشة بالكامل أنه هو يكون واقف لمحبين التويتش وغيره من هذا الأمور. طبعا الشاشة كذلك يدعم انك انت ممكن مثلا تعكس الشاشة لغاية 90%، يعني اللي جالس جنبك ممكن تقلب كذا الشاشة وهو يشوف من غير ما يأذيك ويدخل راسه كذا ويشوف وش اللي موجود معك. أعلنت شركة هونر، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا للهواتف الذكية، عن إطلاق خلال هذا الأسبوع للهاتف الجديد من نوع هونر A9 في مملكة الإمارات المتحدة. ويتميز هاتف هونر A9 ببطارية ضخمة تصل إلى 5000 ملي أمبير، وكذلك مساحة 64 جيجا بايت. ولكن مش 64 فقط، ممكن انك انت تسوي اكستند ويصل عادي يمشي معك لغاية 125 واكثر. اما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف هونر 9A باعدادات الكاميرا الثلاثية تقع في الزاوية العلوية اليسرى في الجزء الخلفي من الهاتف، وتتكون من مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة 1.8، وتوفر الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل الموجودة على شاشة العرض الكاملة بحجم 6.3 بوصة وصورة سيلفي مثالي لكل مرة. يصنف هاتف هونر 9A على أنه مقبول للتكلفة ويقدم ميزات رائعة وأداء مثاليا. ويتوفر كذلك بثلاث ألوان مذهلة، أسود منتصف الليل وأخضر الجليدي وتدرج الطيف الأزرق. بشكل رسمي أكدت أكتيفيشن قبل أيام عودة كراش بالجزء الجديد، وهو كراش بانديكوت 4 والذي يحمل الاسم الرمزي It's About Time من تطوير استوديو Toys for Bob، ويقدم التكملة التي طال انتظارها للأجزاء الثلاث الأولى. أما بالنسبة للسعر، فالسعر راح يكون على حدود 60 US دولار، مما يجعل الناس يتساءلون لماذا 60 دولار بينما كان الأجزاء الثلاثة السابقة تباع فقط ب 40 دولار. وكذلك علمنا من هذا الإعلان بأن هذا الجزء من كراش بندكود
سوف يتضمن 100 مرحلة، بينما الجزء الأول كان فقط 26 مرحلة، والجزء الثاني نزل 27 مرحلة، بينما الجزء الثالث 85 مرحلة. أما بالنسبة للجزء الجديد فهو يمتلك مراحل أكثر من الأجزاء الثلاثة السابقة. وبالذكر بأن لعبة كراش بندكوت سوف يدعم اللغة العربية بالكامل بما يشمل الأصوات والنصوص. أما بالنسبة لتاريخ الإصدار سوف يكون إن شاء الله 2 أكتوبر القادم لمنصات إكس بوكس 1 وبلايستيشن 4. أعلن موقع أوبكس ريتك أن المراجعات للعبة Ghost of Tsushima ستصدر قبل إصدار اللعبة الرسمي بثلاثة أيام. لعبة Ghost of Tsushima حصرية للبلايستيشن 4 من نوع RPG. مبدعي سلسلة Infamous للعبة تحكي عن جزيرة توشيما التي تم غزو عليها من قبل المغول في القرن 13، وستلعب دور الساموراي في اللعبة للقضاء على الغزاة. لكل محبين ماينكرافت جبنا لكم خبر جميل، واللي هو الشهر الماضي أعلن شركة منجن عن توسيعة جديدة للعبة القادمة بمسمى ماينكرافت دنجنز، والآن يحدد موعد صدور الدقيق. ومن المفترض أن يتم إطلاق هذه الإضافة في 1 يوليو على منصات PS4, Xbox One وNintendo Switch والحاسب الشخصي. كما يوحى الاسم على الإضافة Jungle Awakens، فهي تحزم اللاعب على الذهاب إلى الغابة البعيدة، حيث يمكن للاعب استكشاف زنزانة Lost Temple الجديد عبر 3 مهام قصة جديدة، وستواجه أنواع أعداء جدد، كما يمكنك مواجهتها طول الطريق، بالإضافة إلى أسلحة ودروع جديدة. تم تضمين توسعة Jungle Awakens ضمن لعبة Minecraft Dungeon من فئة هيرو باس، حيث ستوفر هذا الفئة توسعتان. التوسعة الأخرى تأتي باسم كريبينج وينتر، وهي قادمة في الوقت اللاحق من هذا العام. إذا كنت اشتريت فئة هيرو باس فلن تفعل شيء، وكل ما عليك فعله هو القيام بالتحديث فقط. أما إذا اشتريت النسخة العادية فسيتعين عليك الدفع $10 لتأخذ التوسعتان. إن كنت من محبين لعبة ماينكرافت أنصحك أنك أنت ما تفوت هذا التوسعة. طبعا أتوقع الكل على بالي أن أنا ما قاعد أشرب قهوة، بس هذا أكبر برهان. اكتبوا لي في التعليقات إيش من ألعاب عجبتكم. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك، سوي شير، سوي سبسكرايب، سوي لايك، سوي كومنت. إلى هنا ينتهي برنامج لهذا اليوم. سلام.